السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة إن شاء الله نعمل طبق جديد مع بعض. الطبق اللي قدامنا ده يا جماعة طبق المكرونة اللازانيا. المكرونة اللازانيا معروفة إنها مكرونة ألواح، مكرونة مفرودة بتعمل على الطريقة الإيطالية. بنحتاج فيها لحم مفرومة مع الصاجة، بنحتاج بشاميل، بنحتاج جبنة موتزاريلا، بنحتاج زعتر، بنحتاج بصل، بنحتاج طماطم، بنحتاج خضرة. بنحتاج نعمل الطبق ده بطريقة مختلفة شوية، وبيخش الفرن تقريبا بياخد له تقريبا حوالي من نص ساعة لساعة بحيث انه يطلع كويس. ونبدأ ونشوف الطريقة مع بعض ونقول بسم الله. نبدأ مع بعض. أول حاجة هنعملها معانا في الحلقة هنعصج اللحمة. طبعا أنا حطيت زبدة وزيت، وأول حاجة هنزل بيها ننزل مع بعض بالبصلة، دول بصلتين كبار مبشورين. ونقلب البصلاية شوية على النار لحد ما تدبل. ننزل بعد كده البصل وصل للمرحلة دي دبل معاه شوية، بنزل بمعلقة الثوم اللي قلنا عليها زي ما احنا قلنا او زي ما احنا عارفين. مقادير العصاج دي: بصلتين كبار، معلقة ثوم، نص كيلو لحمة مفرومة، عصير نص كيلو طماطم. معانا ريحة الثوم والبصل طلعت، نبدأ ننزل بنص كيلو مفروم على اللحمة، نقلب فيه كويس، وبعدين هننزل أول ما اللحمة تبدأ تختلط بالبصل وكله يبقى مزيج واحد واشم ريحة كويسة، البصل يدبل، أبدأ أنزل بالتوابل بتاعتي. زي ما احنا شايفين البصل واللحمه وصلوا للشكل ده، بدا البصل يطلع الجوز بتاعه واللحمه تطلع الجوز بتاعها، العصير بتاع الاثنين يعني. نديهم رشه جوزة الطيب، بشره صغيره كده زي ما احنا شايفين كده، الكميه دي كفايه قوي. ومعانا مكعب مرق الدجاج، ومعلقه زعتر، ومعلقتين ملح صغيرين، ومعلقه فلفل اسمر. الحاجات دي كلها انزل بيها على اللحمه واقلب بشكل كويس. كده اللحمة معايا اتعصجت، أنا بحب أضيف لها عصير طماطم عشان طبعا اللازانيا احنا عارفين إنها مكرونة لازم العصاج بتاعها يبقى جوس شوية، لأنها يعتمد في التسوية على الصوص اللي هينزل من اللحمة ومن الطماطم. وبكده احنا وصلنا لتعصيج اللحمه بالنسبه للازانيا، لازم تبقى جوسي بالشكل ده كده اتسبكت. هنشرفها من على النار تبرد ونبدا نعمل صوص البشاميل مع بعض. ونبدا مع بعض نعمل صوص البشاميل. طبعا انا خدت زبده، معلقتين زبده كبار على معلقتين زيت عشان ما تحرقش. ومعانا صوص البشاميل مكوناته 4 معالق دقيق كبار على كيلو لبن، ونحرك الدقيق مع الزبدة على النار بالشكل ده. وبكده الدقيق وصل للمرحلة دي، أنا مش عايز أكتر من كده عشان الدقيق ما يتحمص مني والبشاميل اللي يطلع أبيض. نبدأ نضيف كيلو اللبن، نضيف اللبن كده بالراحة شوية شوية، نقلب بحيث إنه ما يكلكعش مننا. نقلب كويس قوي بالمضرب بقية اللبن. أهم حاجة نراعي إن الكمية كلها تنزل، تقليب مستمر عشان يطلع معانا بشاميل بقوام كويس، صوص كريمي تقيل وفي نفس الوقت مفهوش كلاكية ومش محروق. نضيف مكعب مرقة الدجاج بتاعنا قبل ما يغلي وهو لسه بارد كده، بضيف كل التوابل بتاعتي. 2 معلقة ملح صغيرين، فلفل ابيض طبعا عشان ده صوص ابيض، انا بحط له فلفل ابيض ما ينفعش احط فلفل اسود.
طبعا احنا ضفنا التوابل واللبن والمكونات بتاعتنا كلها على البارد، عشان لو ضفنا المكونات الناشفه في الوقت ده الحاجات بيكلكع معانا وبياخد وقت كبير على النار. كده انا بالنسبه لي البشاميل خلص، بس انا هديله كمان دقيقه على النار بحيث يديني القوام اللي انا عايزه، الكريمي التقيل الابيض اللي هحطه اكمل بيه صينيه اللازانيا بتاعتنا. وبكده انتهى، وصلنا للقوام المظبوط بالشكل ده، مش اكتر من كده. نروح نكمل صينيه اللازانيا. نبدا مع بعض نكون نركب صينيه اللازانيا. اول حاجه بناخد لوز بشاميل في الصينيه من تحت، بنشبع الصينيه بالشكل ده كلها، نحط عليه او نرص عليه اول طبقه من طبقه اللازانيا. حطينا البشاميل بالشكل ده، نبدا نرص طبقات اللازانيا بتاعتنا جنب بعض بشكل مظبوط، ونملى بيها الصينيه بتاعتنا. طبعا الصينيه ايه، هنبدا ناخد معانا في الجناب كده قطع عشان نقفل الصينيه كلها. احنا كده ضفنا طبقه اللازانيا، نبدا مع بعض نضيف اللحمه المتعصجه بتاعتنا. نعمل طبقه كويسه كده، نغطيها كويس قوي كده. احنا غطينا اللازانيا الطبقه الاولانيه باللحمه، هنضيف عندنا رشه بقدونس جميله كده خضراء باضافه الطعم الجميل ان شاء الله. زي ما احنا رشينا البقدونس بالشكل ده، نبدا نضيف طبقه بشاميل عشان نغطيها، بس هنحط طبقه بحيث انها تمسك اللازانيا في اللحم وفي الصينيه مع بعض، حاجه خفيفه كده كمان بالشكل ده. بعد ما ضيفنا اللحمه المفرومه والبقدونس والبشاميل، نبدا نضيف طبقه جبنه موتزاريلا في النص، كده احنا خلصنا طبقة اللازانيا التانية، هنضيف عليها اللحمة المفرومة بالشكل ده كده. ولازم يا جماعة اللحمة تكون جوسي متعصجة جوسي عشان اللازانيا. خلاص احنا فردنا اللحمة وحطينا الخضرة اللي قلنا عليها، نبدأ نضيف معانا طبقة البشاميل اللي فايضة عندنا كلها. آخر حاجة معانا بعد ما فردنا البشاميل طبقة الجبنة الموتزاريلا، نحطها كده كلها في نص الصينية ونبدأ نفردها، عشان دي مفرودة فوق بشاميل، نفردها يمين وشمال بالشكل ده بحيث إن احنا نغطي البشاميل كله من غير ما نهدر معانا الموتزاريلا بتاعتنا. كده احنا فردنا البشاميل والجبنه الموتزاريلا بالشكل ده على الصينيه، ونديها رشه زعتر من فوق كده تدي ريحه وطعم كويس قوي. الزعتر ده فريش وانا منشفه عندي في البيت، بستخدمه في الاكل على طول. وان شاء الله هندخلها الفرن على درجه حراره 200. زي ما احنا شايفين صينيه اللازانيا بعد ما طلعت من الفرن خدت الوش دون واستوت من جوه ومن بره، هنسيبها تبرد شويه ونقدمها مع بعض في طبق جميل. وطبعا يا جماعه بعد ما صينيه اللازانيا بردت، احنا قطعنا قطع بالشكل دون وقدمناها في الطبق الجميل ده وبالهنا والشفا. ولو عجبتكم الحلقه ما تنسوش تعملوا شير ولايك وسبسكرايب للقناه، والتعليقات تبقى تحت الفيديو. وان شاء الله اشوفكم في حلقه جديده في صنف جديد ينول اعجابكم، ومع الف سلامه.